البنات ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، صحه فطوركم وصحه سهرتكم على بركه الله. مازلنا مع سلسله الحلويات العيد، حندير معكم كرات الشوكولا مقرمشه بزاف بنينه وديكور جديد ان شاء الله يعجبكم. على البنات هذا هو مول سيليكون اللي حندير به الكرات. خدمت معكم رافايلو لي فيروشي العام اللي فات بهذا المول السيليكون. كاين انواع من الكبير للصغير، ما ديروش صغير ما ديروش الكبير، ديروا المتوسط. وكي تروحوا تشريو لي مول سيليكون كيلو بالمسطره، فوالا القطر تاع الدائره هذه شوفوا 3 4 فوالا 4 سنتيم، فوالا 4 سنتيم. كاين تاع 6 سنتيم وكاين تاع 8 سنتيم، انا حنخدم تاع 4 سنتيم على بركه الله. نحو المقادير، عندي 125 غرام مارغرين حسب درجه المطبخ، عندي بيضه، عندي مغرفه كاكاو اسود من النوعيه الجيده، ما سطوش كاكاو اسود باسكو ناقص في الاسواق، ديروا كاكاو بني زوج مغارف. عندي 60 غرام نشا، 60 غرام مايزينا عفوا سويس غلاس، رشه ملح بيان سيغ، نصف ملعقه خميره كيميائيه والفارينه. يلا مع بعض في ريسيبيون درت المارغرين، نزيد حبه بيض، نزيد رشه ملح، نزيد النشا كلش مع بعض، فوالا نزيد سكر غلاس سكر ناعم، نزيد الكاكاو. تحبوا ديروا هذا ذوق الفاني ديروا لافاني وما ديروش الكاكاو. سباتول فقط ني باتور ني والو. نخلط المكونات هكذايا، وانا نخلط حتى يولي القوام كريمي. شوفوا القوام كاش ولا، هنا البنات نبدا نضيف الفارينه. الفارينه ديما نقولكم ماقدرش نقولكم الكيل تاع الفارينه، عينكم هي ميزانكم، صاديبو حجم البيضه، صاديبو الفارينه ولا تشرب ولا لا. حنزيد ربع ملعقه خميره كيميائيه، شوفوا البنات ربع ملعقه خميره كيميائيه. نبدا نخلط، في هذه المرحلة نستعمل يدي باش نحس القوام كيفاش يجي. نبدا نضيف الفارينة بشوية، ونلم هكذايا، فوالا راني لميت العجينة تاعي تكون طرية البنات. شوفوا كيفاش راهي طرية، نديرها في كيس بلاستيكي. ولا البنات دوكا نوزن العجينه ديالي، ما نخلوهاش ترتاح. نوزن العجينه تاعي 8 غرامات، فوالا 8 غرامات. شوفوا البنات هكذايا، نحطها هنايا في هذه العفصه في المول السيليكون. 7 8 غرامات، فوالا نوزن العجينه تاعي كامل. هلا انا درت العجينه في المول سيليكون، درك نعطيكم طريقه سهله البنات باش تخدموا. شوفوا هدايا تاع العجينه السكر، نضغط مليح هكذايا، شوفوا ونبدا نشكل بهاد الاداه. شوفوا نشكل وهي تطلع وحده، فوالا خل ما نخدموا بصبعنا هكذايا البنات، نسقمها مليح. فوالا البنات بنفس الطريقة نضغط حكدا مع الأول، نسقم الحواف، ومن بعد هاد الأداة شوفو تساعدنا هي تتنحل لتحتها وتطلع العجينة أو ميم طون. فوالا بنفس الطريقة نكمل الحبات تاعي. ديجا خدمت معكم هاد الطريقة، طريقة جد سهلة. علاش درنا 8 غرامات؟ لانه فيها شويه خميره كيميائيه تتنفخ لنا. فوالا بنفس الطريقه البنات نكمل نعمل المول ونولي لكم المول السيليكون تاعي. مول سيليكون ما تدخلوش الكوشه هكذاك، ديروه فوق سنيوه بابي كويسون. عندي ان كوردون نتقب هنايا هكذا في الوسط،
الكوشه تاعي راهي تسخن، ندخلهم للفرن كي نشوفهم حمار وفي كوتي نشعلو من الفوق. فوالا نطابو لي البنات، شوفوا كاش طابولي، نحيهم، شوفوا الشكل تاعهم شباب، نحيهم كامل ونزيد نطيبهم كامل ومن بعد نتلاقى. الوغ البنات، نصف كرات العجينه تاع الشوكولا، شوفوا البنات راهم طابولي، شوفوا كاش جاوني الله يبارك، راهم بردو. اني دوكا البنات خدمت، عاودت خدمت الشوكولا، شوكولا بذوق البندق. شوفوا البنات القوام كيفاش جا، كريمه البندق المنزليه اللي لقات نجاح كبير عن احلى متتبعات. عندي كميه من الفيتين، عندي كميه من القفريت، درت في الشوكولاتيه شوكولا دادا بالحليب راهي الدوب. فوالا في ريسيبيون ولا اون اسيات درت كميه من الفيتين، نزيد نفتت كميه من القفريت. تحبوا ديروا مكسرات ديروا مكسرات، حبينا نهربوا شويه من اللوز والجوز اكسيتيرا. واحد القرمشه الفيتين مع الفيتين مع القفريت ما نحكي لكمش. اني خديت القفريت البنات، او ميم طون اني ندوب في الشوكولا ديالي، نخليها تدوب براحتها. حلم الفيتين والقفريت البنات بكريمه البندق. فوالا ندير كميه، نلمها، نحب الحشو ما يكونش ناشف، واحد البنه يا البنات، واحد القوام ما نحكي لكمش. اسمعوا القرمشه، اسمعوا، اكدوا لي على القرمشه. فوالا شوفوا القوام البنات كاش جاني هكذايا. الحبه تاعي شوفوا، شوفوا البنات نصف نعمرو بالفيتين والقفريط وكريمة البندق، ونصف نعمرو بالبندق. تحبوا ديروا في لابوش ديروا في لابوش، تحبوا تخدموا بالمغرفة كيما راني نخدم لاباس. ندير كمية هنا، فوالا ما نديروش بزاف، شوفوا نضغط مليح، شوفوا راني نوسي بصبعي باش تعرفوا القوام كيفاش راه. فوالا، وفي الجهة الأخرى ندير كريمة البندق هكذا. شوفوا البنات كاش عمرت، نصف بالحشو هذا ونصف بكريمه البندق. نحطهم في صينيه هكذايا، نزيد نعمر معكم البنات، نصف بالكريمه بالحشو تاع هذا القفريط. يا الله راهي تلفة، ولا راهي تلفة، تعب شديد. فوالا هكذايا، حبة نص هكذا بالحشو ونص ونص بكريمة البندق، نعملوها ملح هكا البنات. حتى نكمل الحبات تاعي، حبيت ندير تعقيب بزاف متتبعات. يا الله كيما يصيبوش، كيفاش يصيبوش شعفار التنمر، يقولوا لي الاضاءه، الاضاءه واش نقول لكم، الاضاءه على حسب الامكانيات. عندي تليفون عادي، عندي البروجيكتور عادي، كل واحد يخدم حسب الامكانيات ديالو. ركزوا البنات، ركزوا ركزوا، راني نعطيكم اسرار ما تصيبوهاش ولا في الورشات، والحمد لله بكل مصداقيه ومن القلب الى القلب. ركزوا في الوصفات لي زاستوس، خطيكم خطيكم التنمر وهكذا وهكذا، خطيكم. خلينا القعدات تاع اللمه وتاع تمنشير، ولا جيتونا من مواقع التواصل الاجتماعي، الله يهدينا ويهديكم. فوالا هذا جوست تعقيب، اللي تحب تتعلم فضل ما تتعلم صراحه، يعني اللي تحب تتعلم فضل ما تتعلم. هذه هي واش حبيت نقول لكم عن تجربه. الا نولي للحلوه تاعي، قلت لكم البنات نكمل الحبات تاعي هكذا بنفس الطريقه، نص هكذا ونص هكذا، ونولي لكم. عدت الشوكولا البنات، نزيد لها كميه من الزيت، قس ملعقه. فوالا انا عشان نوسي الزيت قدامكم مرارا وتكرارا،
الكراميل باش تتاكدوا باللي ان الزيت ما يفسدش الشوكولا ابار لا كانت الشوكولا قسقستوها بالماء او نوعيه هذه ماشي مليحه. الزيت الدور تاعو يخفف الشوكولا سواء البيضاء او السوداء او بالحليب. فوالا اني شاك فوا نوري لكم باش تتاكدوا النتيجه كيفاش راهي. شوفوا البنات النتيجه كيفاش راهي. فوالا البنات اني كملت عملت الحبات تاعي. شوفوا الشوكولا كريمه البندق شحال شاطت لي والحشو شاط لي يعني ما ترفدش بزاف. دوكا البنات على غاية العادة دوك تشوفوا كيفاش حام كلاصي المول اللي خدمت فيه الحبات هادوما. المول اللي خدمت فيه الحبات الشوكولا تاعي راهي دايبة فوالا واش نواسيه. ندير كمية من ملعقة شوفوا ملعقة من الشوكولا نديرها هنا فوالا نرفد الحبة تاعي ونعاود ندخلها. شوفوا البنات بنفس الطريقة ملعقة تاع الشوكولا فوالا ونرفد النصف الكرة تاعي وندخلها ملح فوالا هكذا حتى نكمل الحبات ديالي. شوفوا كريمة البندق ناجحة 100% ما دخلتهاش للتلاجة. شوفوا كيفاش راهي فوالا ونضغط ان شاء الله هاي واضحة الطريقة على بالي الديكور يعجبكم. اون بليس هكذايا ما نستهلكوش الشوكولا بزاف ميم با ملعقة نعمل المول تاعي ونولي هكذا البنات نعاود ندخلها للمجمد واحد الخمسة او ستة دقائق ونخرجها. شوفوا 125 غرام شحال قطعت لي الله يبارك. فوالا البنات انا جبتها من المجمد نحاول نديمو ليها بالعقل بسم الله. شوفوا البنات كش كلاصات وحدها وقعد هاد الفيد فوالا هاد الفيد اللي حندير فيه لا ديكوراسيون. شوفوا نزيد نديمو لي معكم حبه. شوفوا هاد لا تكنيك تاع الكلاصاج ولا اروع فوالا يتنحاو فاصلين. شوفوا البنات حتى نكمل نديمو لي الحبات تاعي كامل فوالا هكذا البنات نزيد مرة تانية حتى نكمل الحبات ديالي. نكمل كلاصيهم كامل ونولي لي فوالا البنات دوكا نحن نمونطيو الحبات. شوفوا ديجا اني درت حبات. شوفوا ان شاء الله يعجبكم الديكور البنات بالك ديكور جديد عليكم. نحكم حبه البنات شوفوا كي كلاصيت الشوكولا قعد هذا تورلو تور. شوفوا تورلو تور هذا ما فيهش الشوكولا. شوفوا البنات اكدوا لي شوفوا هنايا ما كاش الشوكولا. نحكم وحده مع وحده نرقم واش ندير البنات ندير كميه من الشوكولا. تحبوا ديروا في لابوش ديروا في لابوش تورلو تور هكذايا الشوكولا اللي بقات لي تاع الكلاصاج تورلو تور البنات هكا ونحكم هذيك. شوفوا اللي فيها كريمه البندق. شوفوا البنات ناجحه. نغلق الكره تاعي هكذايا نمسح الشوكولا اللي طاحت كامل. نحكم كيسات. شوفوا لي كيسات صغيرين ندير الحبه تاعي هكذايا. شوفوا البنات كاش جاتني الحبه هنا وين ما كاش الشوكولا. نزيد نخدم معكم حبه البنات تغلطوا الشوكولا هكذايا ونغلق فوالا نحطها في الكيسات. ندير عندي كميه من لا جولي اي لا جولي عندكم هذه اللي درتها بقايا قشور التفاح. حندير لا جولي البنات هنايا وين ما كاش الشوكولا الفيد اللي فيه ما فيهش الشوكولا. شوفوا البنات نحكم لافيدور نبدا ندير لافيدور هنا. شوفوا تلصق بلا جولي
حتى نكمل الحبه تاعي غير من الفوق فقط. نسقم لافيده هكذايا. شوفوا البنات الحبه تاعي كشتات، شوفوا ان شاء الله عجبكم الديكور. شوفوا اني خدمت انا ديجا حبات، نكمل الحبات تاعي بنفس الطريقه البنات، بنفس الطريقه بانس لافيدور تلصق هكذايا. ونتلاقاو في طبق التقديم. فوالا البنات، هذا هو الشكل النهائي تاع كرات الشوكولا والفايتين. شوفوا البنات كاش جاو، ديكور جديد ان شاء الله يعجبكم. انا نوعو في حلويات الشوكولا، فوالا ان شاء الله التقنيه تاع تانك الكلاصاج تعاونكم بزاف الكلاصاج وما ترفدش بزاف الشوكولا. تاني درتهم في ديكوراسيون، درتهم في لي بواط تاع عيد مبارك. شوفوا البنات، بلا ما نوصيكم البنات، لعجبتكم الوصفه ديروا لايك وابوني للقناه وبكم استمر. شوفوا العلبه تاني بزاف شابه، عجبوني بزاف. راني ديسيديا قلت في العيد الحلويات تاعي كاع نديرهم هكذا في لي بواط. شوفوا البنات كاش جات كرات الشوكولا بالفايتين والكريمة البندق المنزلية بنا ولا أروع، ديروا بها جميع الحلويات ديالكم. نحل معكم حبة البنات باش تشوفوا القوام. صدقوني هكا في العيد تدوا اون بواط هكذا الأحباب والعائلة فريمون حاجة بريزونتابل. معكم حبة البنات باش تشوفوا القوام. شوفوا هنا كاين شوكولا، هنا كاين شوكولا، هنا ما كاش. نحل هنا في الوسط ولا هكذا كيما تحبوا. الا شوفوا القوام الداخل، حليت هكذا بالعكس باش تشوفوا القوام. شوفوا البنات الشوكولا الداخل، شوفوا كريمه البندق، فوالا الكرانشي راهو القرمشه دايره حاله. نحبكم بزاف، جربوها البنات، اعتمدوها كحلوه بزاف بنينه، بزاف بنينه، تعجب الكبار وتعجب الصغار. دمتم في رعاية الله وحفظه، ربي يكون مع جميع النساء سواء أمهات سواء أخوات سواء بنات، ربي يكون معكم في هذا المومو واعر بزاف. الله المستعان، حبكم بزاف، سلام.